كيف تعطي هنا؟ شوي اسرع. هذا المسدس، هذا الامان مال، واضح؟ الثاني شنو هو؟ اليم الزنا، مفهوم؟ 100% اذا ما شو تسوي؟ تضغطها بيها بسرعه صحيحه. اللزمه مال المسدس بهالطريقه، تجي هاي ايدك دائما ما تخلي فتحه هنا، خليت هاي ايدك بهالطريقه، هذا صبعك راح حيوان يكون بهالطريقه. الثانيه شوف عليه بهالطريقه، زين هذا صبعك اللي فوق، هذا الثاني وين؟ اللي جوا، هذا دائما وين؟ خارج حضرة السنان، مفهوم؟ نعم رئيس. وسدد وصور بهالطريقه، شوف شلون وضعية الملاكم، يلا نرجع بهالطريقه، المسدس ما يصعد هيك، لا بهالطريقه، شوف على عين سدد وصوب برضه شعيره منتصف الهدف، واضح يا ولد؟ واضح؟ هاي اللزمه مالته للمسدس. هسه راح نقوم لاي لاي ونطفون قدامك، بس احنا جاي نشرح لكم وجاي نشاور. بالنسبه للاملاء والتبريد للمسدس، هاي عتله تثبيت المجموعه، من راح تسحب؟ 2 3 4 شو راح تشيك؟ بالبداية تشيك خاف عدو يمين يسار، والشغلة الثانية اللي اشيك هو صاحبه، مثلا احنا واقفين اذا واحد رمى عليه شوفه قمة او تعب قاع سوا باي، لازم هم هنا تشيك، واضح يا ولد؟ جاي عندكم شيء؟ اكو واحد عنده سؤال؟ هذا هو؟